نمشيو لماتيشا الطماطم البندورة. فماتيشا كتشبه القلب لدى الإنسان. ام العجيب انك ملي كتقطع يعني سبحان الله الشكل ديال يعني كتقطع مطيشة على نص, فهي كتلقاها انها مقسمه ديجا من الداخل وكغرف بحال اللي كاينه في القلب ديالنا سبحان الله العظيم. وتبتات انها عندما كتخلط الطماطم مع الدهون اللي كتكون صحيه بحال زيت الزيتون بحال الافوكادو او الافوكا, فانها يعني كتعطي واحد الامتصاص لواحد تقريبا جوج ديال الاكواب او جوج ديال الكيسان من مواد كيماويه اللي كتساعد على تقليل مخاطر الاصابه بامراض القلب والشرايين بنسبه كتقدر توصل 10 ديال الاضعاف, كما انها كتقلل ايضا الاصابه بالامراض السرطانيه. مطيشة كنعرفوا تبارك الله كاينه في الشلاضه المغربيه, هذه الشلاضه اللي ما كاينش منا اللي ما دارهاش, اللي في الشباب يا مراد اللي ما كيعرفش كاع يطيب تبارك الله البيض ومطيشة. مطيشة دوائر مع شي دربيع وهذا مقيله المطيشة, ناخذوا مطيشة هكاك ما كاينش منا, ما كنظنش ما كاينش منا اللي ما دارش مطيشة في الخبز. ملي كيطيبوا الدار الخبز اولا كتجيب الخبز كدير مطيشة مع شويه الملحه وسوبر ساندويتش من داك الشهر فيها. يعني كاين بزاف ديال الحاجات اللي كترجعنا للصغر صراحه ملي كنتكلموا على هذا النوع من الخضروات. البنان لاش كيشبه مراد ما عرفتوش واش غيعرف لمن تيشبه ولا ما غيعرفش لمن تيشبه, ولكن قلتها لك. الموز هو في الانحناء ديالو يعني في ديك الدوره, حيت هو كيجي مقوص البنان او الموز, فهو سبحان الله كيشبه الابتسامه ديال الانسان, ماشي الابتسامه الصفراء, الابتسامه العاديه ديالنا اللي كنبتسموا في وجوه احبابنا وخوتنا وفي وجوه نفوسنا قدام المرايا ملي كنلبسوا شي حاجه وكتعجبنا وكنبتسموا ديك الابتسامه, فهي كتجي كتشبه الانحناء ديال الموزه. وتثبت علميا ان البروتين الموجود به كيتحول الى سيروتونين اللي هي ماده كيماويه كتنظم المزاج, يعني بحال كنتكلموا على هرمون المزاج, هرمون اللي بعد الهضم طبيعة الحال اللي كيفكرنا باننا نكونوا فرحانين نكونوا مبتسمين. كما كيحتوي الموز على واحد البروتين اللي بمجرد ما انه كيتمضغ كيتحول ماده كيماويه كذلك كتسمى الموصلات العصبيه اللي كيتسمى كيمياء السعاده يا سبحان الله, وهي ايضا من احدى المواد الكيماويه الهامه اللي كتنظم المزاج في الدماغ ومعظم الادويه المضاده للاكتئاب اللي كيتم انتاجها من هذه الماده. جميل سبحان الله, يعني احنا كنعرفوا البنان حتى هو فيه واحد الماده البوتاسيوم اللي اكيد كاين بزاف الناس اللي ما خاصهمش ياخذوه وكاين الناس اللي ياخذوه, وكنعرفوا انه حتى كيعطيك حتى الشبع, بزاف ديال الناس كياخذوه. زويون في المذاق ديالو, كنستعملوه في كثير من الحاجات, كناخذوه بصفته يعني هكاك ناتورال طبيعيه, كيف ممكن انا ناخذوه بشكل عصير, كيف ممكن انا ناخذوه في ديطاخت, كيف ناخذوه انه في ديكيك انه يصيب الوليدات الصغار او الرضع كذلك, نقدروا نعطيوه في واحد الفتره عمريه كذلك بعد الاستشاره, يعني بزاف ديال الحاجات. المهم ان البنانه ملي غتوليو تشوفوها غتوليو تبتسموا بوحديتكم, غتفكروا بالابتسامه ديالكم, فجميل. نمشيو كذلك لحاجه اخرى اللي هي العصير ديال العنب. العنب هو خاصه العنب الاحمر, فهو كيشبه الدم ديالنا اللي كيجري في العروق ديالنا, فهو الا درتيه في كاس من الزاج وبداك اللون سبحان الله كيشبه فعلا اللون ديالو الدم, وهو غني بمضادات الاكسده اللي فيها بزاف ديال الفائده على الجسم ديالنا, وسبحان الله بحال اللي كيقولوا دراسات وغيرها ومعلومات انه كيمنع التجلط ديال الدم, يعني انه كيساعد على الحد من تجلط الدم واللي كترتبط كذلك بالسكتات الدماغيه وامراض القلب. جميل, يعني هادشي علاش دائما نرجعوا ونقولوا ان المختصين والاطباء وبزاف ديال الناس وليكوتش والناس اللي خداو اساليب وفن حياه معين ديما تيتكلموا لينا على ان خاصه التغذيه ديالنا تكون تغذيه سليمه متوازنه متنوعه, يعني فيها بزاف ديال الخضروات وبزاف ديال الحاجات, فجميل جميل. مازال نرجع لكم ما شاء الله, لان تبارك الله كاين بزاف ديال الخضر